اللي احنا فيه. سريعا بس اخد كده فكرة سريعة عن غرفة القاهرة التجارية عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا عارفين حضراتكم ممثلين عنها في حديثنا ده. ايه هي الغرفة ومنوطة بايه ودورها ايه بصفة عامة يا فندم؟ اتفضل. هي غرفة القاهرة التجارية احد غرف التي تخضع تحت بند الاتحاد العام للغرف التجارية. هم تقريبا 27 غرفة، بكل محافظة ليها غرفة. غرفة القاهرة التجارية هي دي تعتبر أكبر الغرف التجارية اللي موجودة في مصر. دي بتشمل تقريبا حوالي 600,000 تاجر. الغرف التجارية بتحل مشاكل التجار لو في مشكلة زي مشكلة زيادة الأسعار والكلام ده كله. بنتناقش فيها، بنحاول نوجد لها حلول. والغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية بيخضع لوزارة الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة بقوانينها بقراراتها بكل حاجة. ليها قانون خاص، الغرف التجارية ليها قانون خاص يتبع وزير الصناعة والتجارة. تمام. حضرتك عندك أي إضافة تحب تقولها على الغرفة؟ لا تمام. الدكتور الأستاذ أشرف اتكلم في كل شيء. خلينا نبدأ بس زيادة الأسعار والتقرير الجميل اللي احنا سمعناه. أستاذ حاتم يعني داخل من الأول وإحنا لسه في الفاصل، إيه يعني تحسوا إن هو إيه داخل زيادة الأسعار؟ يلا نتكلم في زيادة الأسعار. لا هو في بس نقطة واحدة بعد إذنك يا حاتم. اتفضل. في نقطة واحدة بس حضرتك، يمكن أنا باخدها على التقرير. كلمة جشع التجار عادة دي الشماعة اللي الإعلام بيعلق عليه. لا مش الإعلام. كل مشاكل. لا مش الإعلام. طيب مش عايزين نتبادل الاتهامات. اقول لحضرتك على حاجه؟ سيبيني اكمل. حاضر بس سيبيني اقول لحضرتك على حاجه برضه. سيبيني اكمل بعد اذن حضرتك. اتفضل. ضيفي وما اقدرش اقول لك لا. لا العفو يا فندم. العفو يا فندم. كلمه جشع التجار، الكلمه دي بتتقال مش من النهارده ولا امبارح، دي بتتقال من 70 سنه. اي مشكله بتحصل في الاسواق بنقول جشع التجار. طب ما نعرف ايه اسباب المشكله علشان نقدر نحلها. للاسف ما بنعرفش ايه اسباب المشكله علشان نوجد لها الحل. طيب. لكن كل شيء دايما بنرسمه في جشع التجار. ممكن دي الحاجه الوحيده اللي انا معترض. ممكن قبل ما اروح لاستاذ حاتم اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. اقدر اتكلم دلوقتي؟ طبعا. طيب التاجر اللي اتظبط النهارده ولا امبارح ده اللي مسقع ومخزن بطاطس قد كده، ده جشع تجار ولا مش جشع تجار؟ ده كل مهنه مستغل. كل مهنه يعني ده تاجر جشع ولا لا؟ لا يطلق عليه كلمه تاجر لانه نزعت عنه هذه الصفه. كل مهنه فيها الصالح والمصلحه. نزعت عنه هذه الصفه يا استاذ الفاضل. كلمه تاجر دي كلمه تاجر دي معلش يعني يا فندم. استاذ حاتم اتفضل يا فندم. يعني انا هذا ما يكون في مذيع اعلامي ويطلع يتكلم ويسيء استخدام الالفاظ مثلا، فاجي انا اقول ايه ده حرام يتقال عليه اعلامي، ده ينزع منه صفه الاعلامي لانه بيسيء الى الادب العام، دي قصه تانية، دي تبقى غيره مني على مهنتي، زي ما حضرتك غيران على المهنه دي. نعم. وبتقول ده ما ينفعش نقول عليه تاجر، بس هو في النهايه ايه يا فندم؟ تاجر بس جشع. بس هل نسبه 1%؟ خليني 1% او اقل. هو بس ندخل يعني في الموضوع. بس في حاجه خلينا بس ندخل في الموضوع يعني